استفاقت منطقة طريق الجديد اليوم على جريمة مروعة، ذهب ضحيتها الرقيب الأول في حرس بلدية بيروت ابن 33 عاماً الشاب زياد المصري. جمر تحت الرماد في المنطقة الحزينة على شاب من خيرة أبنائها، فما الذي حصل وكيف سقط زياد قتيلاً أمام منزله؟ تؤكد معلومات سبوتشوت أن شباناً من آل الصوصة كانوا يجتمعون بالقرب من المبنى حيث تقطن شقيقة الضحية التي انزعجت من الضجيج الذي يحدثه صراخهم وما يصدر عنهم من كلمات نابية، فخرجت طالبة منهم احترام السكان المحيطين. إلا أن هذا لم يحصل، وهنا بدأ الخلاف بعد تدخل زياد ومهند شقيقا الفتاة، فانقض عليهم شبان آل الصوصة وبعض السوريين الذين يعملون لديهم بالسكاكين وبطريقة إجرامية. وبحسب المعلومات وقعت الجريمة حوالي الساعة 12:30 بعد منتصف الليل، وفي حين توفي زياد على الفور، يقبع شقيقه مهند في غرفة العناية الفائقة بمستشفى المقاصد بحالة حرجة. وتفيد المعلومات أن 3 من المعتدين موقوفون في ثكنة الحلو، 2 منهم من آل الصوصة والثالث شاب سوري. صدمة تسيطر على أصدقاء وجيران الضحية، فعلى حد تعبيرهم زياد آدمي وما قالوا بالمشاكل. زياد شاب آدمي ما تعمل مشاكل أبدا، يعني زلمة خلوق كل العالم تشهد له، جوز عنده بنت، خلصت حياته بسبب تافه يعني. فاتوا على المدخل مطفشي، فاتوا بلش ضرب السكاكين والسواطير فيهم. اذا بتشوف الجثه تعيد زياد الله يرحمه، يعني بشكل مش طبيعي، بشكل اجرامي القتل اللي صاير يعني. ما خيو مخطر بالمستشفى مهند. وفي حين الغضب يتأجج في المنطقه، هل سنشهد على اي خطوه ثأريه؟ انا كزميله ورفيقه اكيد، اذا اهله ما صعدوا نحن هنصعد. بهالبلد اللي احنا فيه الجهة هي الإيد، بس هي الإيد اللي بتاخد بالحق، ما في حدا عم ياخد بحق حدا هالأيام. وكأن قلب الأم كان دليلها، فشعرت والدة زياد بأن شيئاً ما سيحدث يومها. وأمه ريح لها شاب بقوة أمن الداخلي من حوالي سنة بحادث سيارة، يعني اليوم بطبق السنة ماهر. وأمه انصدمت بموت زياد. أنا امبارح أمه بعد الظهر مرقت من تحت بيتي وقالت لي أنا شايفة ماهر بالمنام. شايفة ماهر بالمنام وقالت لي انه قلبي حسسني لعزني قلبي انه بده يصير شيء. قلت لها حطي املك بالله واملك بالله كبير. فانا على الساعه 12 بالليل بتفاجئ بهي القتل. ويناشد محبو زياد القضاء والقوى الامنيه احقاق الحق ومعاقبه المعتدين، انه هيدي جريمه مشنع فيها. فنحن بنتمنى من القضاء انه يكون جازم بهذا الموضوع بالذات، لانه الصبي ما رايح يفتح مشكل، هو رايح يحل موضوع بين الجيران وبين اخته. هذه جريمة جديدة ابطالها معروفون، ولكن لا احد يرتدع، لاننا في بلد غابت عنه نواطير المحاسبة ففتكت الذئاب باحيائه.